أولا الانتخابات اللي أجريت في فرنسا حنايا تبعناها لأننا مازالين حنا كنحلموا شي نهار في بلادنا يعني ننظموا انتخابات حرة ونزيهة ويكون التباري ما بين أحزاب اللي هي مستقلة وعندها برامج واضحة يعني لهذا الشعب واللي كتوصل مع الشعب واللي يعني تحترم يعني فيها الإرادة ديال الشعب وتترجم إلى سياسة. بالفعل فرنسا كتعرف مشاكل كبيرة وكثيرة لأنه في هذا العالم اللي حنا كنعيشوا فيه اللي هو كيدخل الأزمة الرابعة ديالو، الأزمة المالية ديال النظام الرأسمالي العالمي، لقينا أن دول حتى بحال فرنسا يعني أنها كتعاني. علاش كتعاني؟ لأن السيادة ديال العالم بيد يعني هذا المركب المالي أولا وعسكري ورقمي أيضا، ولكنه مالي. يعني فرنسا عندها يعني 3000 مليار ديال الدولارات ديال الديون. فرنسا توجه من الخارج أيضا. فرنسا مع الحرب ديال أوكرانيا تراجعت بزاف لأنها يعني حرمت من الغاز والبترول الروسي لأنه الناتو كيحكم عليها بذلك، ولهذا فرنسا يعني خدات هذه المبادرة، خداها الرئيس ديال فرنسا باش يحل الجمعية العامة وينظم انتخابات. شفنا بأن فرنسا أمام هذه المشاكل فيها تنامي ديال التطرف اليميني، هذا اليمين المتطرف اللي كيبغي يحمل يعني الجانب الكبير من هذه الأزمة المركبة اللي كتعرفها فرنسا، علما بأنه يعني الأجيال ديال المهاجرين خدموا فرنسا، بنوا فرنسا، ساهموا فرنسا، يعني المغاربة خصوصا حاربوا حتى إلى جانب فرنسا ضد النازية وغيرها وبنوا فرنسا، واليوم غادي تجي فرنسا وتحملهم المسؤولية وأنهم ولادهم كيعانيوا ما تلقاوش الشغل. إذا هاد فرنسا يعني فرنسا اللي كتعرف هذا النمو ديال اليمين المتطرف، يعني شفنا امامها واحد الهبه ديال اليسار، هذا اليسار اللي قادو ميلانشون جون لوك ميلانشون عبر فرنسا الابيه واللي استطاع باش يطلع واحد العدد ديال البرلمانيين يعني قبل من هذا ما تحل الجمعيه، وانه اليوم مشاو داروا خطوه اكثر اللي هي يديروا هاد الجبهه الشعبيه الجديده واللي كتجمع جميع فصائل ديال اليسار واللي كانت لهم يعني النباهه والحكمه باش يقدموا مرشح واحد في الجوله الاولى، لان انتخابات الشرعيه كدوز في جولتين، وانه في الجوله الثانيه انه نسحبوا باش ما يخليوش اليمين المتطرف يدوز ويحصل على الاغلبيه العامه. اذا انا تنظن بانه هذه الجبهه الشعبيه الجديده اليساريه فرنسا انتصرت على التيار يعني العنصري ديال اليمين المتطرف هذا من جهه، واسقطته بعدما كان يحلم باغلبيه وانه سيقود فرنسا، ثم انها اليوم احتلت الرتبه الاولى، ولكن مازال هناك مشاكل لانه هذه الجبهه الشعبيه الجديده ما عندهاش اغلبيه مطلقه، ولهذا هي مضطره باش تلقى تحالفات. ولكن كنت نتمناو بانه الرئيس ديال فرنسا يعين الوزير الاول من هذه الجبهه الشعبيه الجديده، لانه هكذا يجب ان يكون، لان هي اللي وصلت الاولى وخصها تكون القياده منها، ولكن خاص انه جهات اخرى تتعاون معها باش يمكن لهم يطبقوا ذاك البرنامج اللي هو جد مفيد واللي بالامكان ديالو انه يخرج فئات واسعه من الفرنسيين اللي هما تما تيعانيو من الفوارق الكبيره ومن الفقر ومن البطاله، انهم يبنيوا واحد فرنسا اللي غادي تصالح على المستوى المجتمعي، على المستوى الاقتصادي، على واحد العدد، على مستوى القيم الرفيعه التي ظلت فرنسا تدافع عنها من حقوق الانسان، من دفاع الحريات، عوض ان تنزلق في يعني في هذا الشيء ديال اليمين المتطرف اللي اليوم الخطر ديالو استبعد، ولكن مازال خاص مجهود كبير يتدار. وحنا من هنا كنحييو الجبهه الشعبيه الجديده الفرنسيه على هذا النجاح ديالها، لان النجاح ديالها نجاح ديالنا حنا ايضا، لانهم باغين يبنيو ويساهموا في بناء عالم عادل، عالم تسود فيه العدالة الاجتماعية، عالم اللي كيحترم البيئة، عالم اللي غادي الإنسان يتصالح مع الإنسانية ديالو ومع البيئة، وحنا وكيقطع مع الإنتاجية المفرطة ومع النهب ومع هذه الحروب المفتعلة ومع التمييز مع الناس. وتنظن بأنه هذا انتصار مهم اللي خاص يتبنى عليه انتصارات أخرى، وحنا كدول مغاربية وعربية ماشي خصنا نبقاو نتفرجوا، ولكن حتى حنا خصنا ناخذوا مبادرات باش نبنيو الديمقراطية في بلادنا، باش نحققوا العدالة الاجتماعية، باش نوفروا الظروف ديال العيش الكريم بالنسبة لكل المغربيات وكل المغاربة.
وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.